الأهل اليوم على نشرت مناشدة أحد الأولياء الأمور في موقع فيسبوك. يعني تخيلي خلال نص ساعة أصبحت التعليقات بما يقارب 200 تعليق، كلها تشكي من القراءة وموضوع الإملاء، إملاء بحركات يعني للصف الأول. هو طالب اليوم عمره 7 سنوات أو 6 سنوات وداخل من جاي من بيئة مختلفة. احنا اليوم نجي نحبب الطالب بالمدرسة لو نخليه يكره المدرسة؟ يعني اليوم انا شفت ام طالب تكتله بنص الشارع، اقولها ليش تكتلي؟ تقول لي اقريه وينسى. شنو ذنب الطالب؟ يعني عندش هذا اليوم موضوع نشيد النور يطوله للطالب يكتبه 5 مرات وهو صف اول ابتدائي ومعه حفظ. يعني هاي على سبيل المثال. نجي الموضوع الاسلامية، وجهه قفة. هاي عندش. أنا جبت نموذج من المناهج اللي تخص التربية الإسلامية وهم يكتبها الطالب وهم يحفظها. طبعا الطالب يطلع بساعة 8 الصبح يرجع بالوحدة الظهر، يتغدى بين ما ينام بين ما يأكل بين ما يقعد ويا أهله، بين ما أنه الموظفين خصوصا أغلب الشريحة الموظفة اليوم تعاني من هذا المشكلة. اكو بعض الاولياء عندهم 3 اطفال و4 اطفال و5 اطفال مدى يلحقون حقيقه يا هبه، ويريدون من خلال منبركم يوصلون صوتهم. عندي موضوع الرياضيات على سبيل المثال. موضوع مريم ابقي ويانا، عندنا اتصال ناخذه وبعدين نتكلم. عندنا اتصال هاتفي. الو. الو مرحبا. مرحبا. عيني عندي مداخله بسيطه بسبب يعني يخص الموضوع اللي انتم تتناولوه حاليا. نعم تفضلي. أول شيء أحب أشكركم على هذا. نعم. المنهاج بشكل يعني بيأذي الطلاب، وصراحة ما بس بيأذيهم، إحنا كأهالي بنعاني يعني صعوبة المنهاج، صعوبة إنه يوصلون الطفل، يعني الطفل صغير. كم طالب عندك في المدرسة؟ أنا عندي 2. 2 طلاب. شنو الصعوبات اللي دا تواجهيها؟ يعني عندي اي مراحل هم؟ اول ابتدائي يعني صعب انه صف اول ابتدائي انجليزي انطيك كل يوم بالكتاب زين، او انطيك النشاط مالته ارجع اخلص من عنده افتح لك العلوم مثلا هو والنشاط مالته، يعني الطفل شي يخزن بباله. نعم. يعني صف اول ابتدائي يعني مرحله تكون كلش حساسه، اني اجي احببه بالمدرسه والروحه الها، لو اجي اخليه يكره الروحه الها. يعني 6 دروس 5 دروس إسلامية عربي إنجليزي ورياضيات، شنو وعلمهم؟ نعم، احكي لنا شنو الصعوبات اليوم اللي تواجهها ويا أولادك، يعني من دوامهم لحد انتهاء الدوام رجعتهم للبيت، شنو الصعوبات؟ صراحة كلش متأذية بسبب يعني من دوامه بالمدرسة لحد الآن، لأنه ماكو مجال بدأ ألحق أصلاً. يعني المفروض الوزارة تخلي بنظرها أنه أغلبية العوائل موظفين، يعني شو وقت نرجع؟ شو وقت ندرس؟ زين إذا 6 مواد أو 5 مواد زين شلون الطالب راح يحفظ؟ ما يحفظون، ما يركزون اصلا. يقول لي انا اكمل هاي لو ابدي بهاي، وش وقت راح الحق؟ وش وقت اكل؟ وش وقت انام؟ نعم. يعني نفسيا تاذوا. الاهالي والاطفال تاذوا بهذا الموضوع. اي انا وحده من الناس كلش نفسيتي تاذت يعني صراحه، يعني ما اعرف شلون اقنعه، وحتى الصبح لما دا اقعدهم روحوا للمدرسه يعني كانما وديتهم المكان غير المدرسه، راسا ينرعبون.